النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. كشف السيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ألبا في تصريح لقناة الشرق عن مشاورات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية لإنشاء محطة طاقة شمسية تنتج نحو 2 جيجاوات سيوجه معظمها إلى شركة ألبا. وأضاف البقالي أن ألبا حققت نتائج مرتفعة في النصف الأول من العام الجاري بفضل زيادة الإنتاج وارتفاع مبيعات الألمنيوم والمنتجات ذات القيمة المضافة، إضافة إلى التأثير الإيجابي لبرنامج الحصالة في خفض تكاليف الإنتاج. ونوه بأن إضافة قطاعات كثيفة الاستهلاك للألمنيوم في البحرين مثل صناعة السيارات والمعلبات من شأنها أن تفيد الشركة من ناحية توجيه المزيد من إنتاجاتها إلى السوق المحلية. سجلت المعاملات العقارية في أغسطس الجاري أعلى معدل شهري على مدار عام 2024 في مؤشر على استمرار زخم القطاع العقاري، ووصلت قيمة التداولات العقارية إلى نحو 80,100,000 دينار بحريني وفقا لبيانات جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد محمد رجب أيوب رئيس مجلس إدارة شركة أمفا العقارية. مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية، ومن وجهة نظرك ما هي أبرز أسباب ارتفاع التداول في القطاع العقاري رغم موسم العطل الصيفية والذي تقل فيه عادة وتيرة نمو الأعمال في هذا القطاع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر تلفزيون البحرين على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام وعلى إتاحة الفرصة لي للحديث حوله. التداول العقاري ولله الحمد خلال العام يحقق زيادة مستمرة في كافة الجوانب وخصوصا في الجانب السكني. هناك زيادة في معاملات البيع مقارنة بالعام الماضي، وزيادة في قيمة معاملات البيع، وزيادة في تراخيص البناء وقيمة المشاريع اللي تم الترخيص لها. وكل هذه الزيادات تعبر عن حالة الاستقرار المالي والاقتصادي الذي تعيشه المملكة، وأيضا هي تعبر عن النمو الاقتصادي الذي تحقق المملكة. وهذا الارتفاع في التداول هو بلا شك جزء من عملية تنمية اقتصادية شاملة، وجزء من برنامج وخطة متكاملة تعمل عليها الحكومة بقيادة سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر. وهذه الخطة تشمل جوانب مختلفة، منها مثلا تسهيل وتسريع المعاملات الحكومية والعقارية. فاليوم نلاحظ أن هناك توجه كبير لأتمتة جميع المعاملات الحكومية والعقارية، وهناك إنجاز كبير حققته جميع الجهات الحكومية في سرعة إنجاز المعاملات وتقليل المستندات والإجراءات المطلوبة لأي معاملة. ولا شك أن تسهيل وتسريع المعاملات أمر هام جدا للعمليات الاستثمارية ولزيادة استقطاب الاستثمارات الخارجية. هناك أيضا نجاح كبير حققته الجهات الحكومية في مسألة تنظيم القطاع العقاري، وهنا يمكن أن نشير بشكل خاص إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة التنظيم العقاري، بدء من صياغة خطة عقارية متكاملة ومرورا بإصدار العديد من القرارات التنظيمية التي ساهمت في تطوير مزاولة المهن العقارية من جهة، ومن جهة أخرى ساهمت هذه القرارات في تنظيم القطاع العقاري من خلال أطر قانونية وتشريعات حديثة ومرنة ودقيقة. ولا شك أن وضع الأطر القانونية الشاملة للقطاع العقاري ساهم بشكل كبير في خلق الثقة بالسوق العقاري في مملكة البحرين، ولذلك نلاحظ أن هناك زيادة في تملك الأجانب للعقارات في المملكة. فبحسب تقرير الربع الثاني الذي أصدرته مؤسسة التنظيم العقاري، بلغ عدد العقارات التي اشتراها أجانب في 3 أشهر 703 عقار موزعة بين شقق ومباني ومنازل وأراضي. أيضا جزء من هذه الزيادة في التداول العقاري يأتي في ضوء الشراكة التي تقوم بها مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية من أجل تلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب وتوفير السكن المناسب لهم. وهذا الأمر انعكس بشكل كبير على حركة التداول العقاري، خصوصا في ظل الخيارات الكثيرة التي توفرها وزارة الإسكان للمنتفعين. فنلاحظ في تقرير الربع الثاني لمؤسسة التنظيم العقاري أن رخص القطاع السكني تشكل مساحة 316,000 متر مربع مقابل 85,000 متر مربع للقطاع التجاري. الخلاصة بأن هذا الارتفاع في التداول العقاري نتيجة سلة متنوعة من الجهود في مجالات مختلفة، وهو نتاج رؤية حكيمة مستمدة من الخطابات السامية لسيدي جلالة الملك المعظم حفظه الله، حيث أن الخطابات السامية لجلالته تكون دائما بوصلة عمل لجميع الجهات الحكومية ولرسم المستقبل ووضع الخطط والبرامج. وإن شاء الله هذا الارتفاع
في التداول العقاري مؤشر لمزيد من الانتعاش والازدهار لهذا القطاع الحيوي الهام. إن شاء الله بالتأكيد. السيد محمد رجب أيوب رئيس مجلس إدارة شركة أنفا القابضة، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع عدالة أسواق المالية الخليجية. وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن بمسقط اتفاقية مع شركة دليل للنفط لاستكشاف وتطوير منطقة الامتياز بمحافظة الظاهرة. وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن شركة دليل للنفط ستلتزم بصفتها المشغل بموجب هذه الاتفاقية بتنفيذ سلسلة من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية المتقدمة وإعادة معالجة البيانات الزلزالية القائمة وتنفيذ مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى حفر عدة آبار لتقييم الإمكانات الهيدروكربونية في المنطقة. سجلت صادرات كوريا الجنوبية ارتفاعا على أساس سنوي للشهر 11 على التوالي في أغسطس الماضي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات. وأظهرت بيانات جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية ارتفاع صادرات البلاد بنسبة 11.4% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 57 مليار و900 مليون دولار في الشهر الماضي.